أحبائي الصغار، أهلا ومرحبا بكم في درس طبق الطعام. ذات نهار رجع خالد من مدرسته ونادى والدته: يا أمي يا أمي، إني جائع جدا. ردت والدته مبتسمة: ذات كلمة تنتهي بتاء مفتوحة، نهار بها مد بالألف والفصلة من علامات الترقيم. رجع فعل ماضي، خالد اسم إنسان، من حرف جر، مدرسته اسم مكان مجرور وبه هاء مربوطة. نادى فعل ماضي به ألف لينة، والدته بها مد بالألف وبها هاء مربوطة. يا أمي أسلوب نداء، ويا هنا أداة نداء. أمي بها همزة قطع وبها ياء ملكية، الفصلة من علامات الترقيم. إني بها همزة قطع وبها مد بالياء. جائع اسم لوجود التنوين بالضم به وبه همزة متوسطة ومد بالألف. جدا كلمة بها تنوين بالفتح والنقطة من علامات الترقيم. ردت فعل ماضي، والدته كلمة بها مد بالألف وبها هاء مربوطة. مبتسمة اسم لوجود التنوين بالفتح بها والنقطتين من علامات الترقيم. ذات نهار وقت النهار رجع خالد في يوم من الأيام بالنهار من مدرسته ونادى والدته. نادى على ماما وقال لها: يا أمي يا أمي. طبعا بينده بشدة كده علشان هو إيه؟ جعان. قال لها: إني جائع جدا، أنا جعان جدا. ردت والدته ردت ماما طبعا وهي مبتسمة كعادتها، الأم دايما مبتسمة وبتفرح لما أولادها بيطلبوا منها أي طلب. ربنا يخلي كل أم ويحفظها ويبارك فيها. نقرأ مع بعض: الطعام جاهز يا خالد، قم بتغيير ملابسك واغسل يديك وخذ طبق الطعام واختر ما تريد. رد خالد متحمسا: بالتأكيد يا أمي. بعد أن أصبح خالد جاهزا. الطعام لام شمسية ومد بالألف، جاهز مد بالألف، يا خالد أسلوب نداء، الفصلة من علامات الترقيم. قم فعل أمر بتغيير الباء حرف جر متصل وتغيير اسم مجرور. ملابسك ملابس اسم جماد والكاف هنا كاف الخطاب. واغسل اغسل فعل أمر، الواو حرف عطف. يديك كلمة تدل على المثنى. وخذ خذ هنا فعل أمر. طبق اسم جماد، الطعام بها مد بالألف. واختر فعل أمر، ما تريد تريد فعل مضارع. رد فعل ماضي، خالد متحمسا، كلمة متحمسا اسم لوجود علامة من علامات الاسم بها وهي التنوين. بالتأكيد الباء هنا حرف جر متصل، والتأكيد اسم مجرور بعد الباء وبه مد بالياء. يا أمي أسلوب نداء، ويا أداة نداء. بعد ظرف أن، الألف هنا عليها همز القطع، أصبح أيضا بها همز القطع. خالد جاهزا اسم لوجود التنوين بالفتح به. قالت له الأم: الطعام جاهز يا خالد. طبعا أي أم بنشكرها، لأن أول ما بنروح بنلاقيها مجهزة الطعام على طول. الطعام جاهز يا خالد، وده طبعا من شدة حبها للأبناء. قم بتغيير ملابسك، طبعا مش أول ما أدخل إن أنا أقعد على الترابيزة أو الطاولة وأكل على طول، طبعا ما ينفعش الكلام ده، لازم أقوم بتغيير ملابسي، ولازم طبعا أحافظ على صحتي وأغسل إيدي بالمية والصابون كويس جدا. وأخذ خالد، قالت له: خذ طبق الطعام واختر ما تريد. هنشوف هنا مهارة خالد في اختيار طبق الطعام الذي سوف يأكله. رد خالد متحمسا: بالتأكيد يا أمي.
طبعا طبعا انا هاخد طبق الطعام بتاعي وابتدي احط فيه الطعام اللي انا عايزه. بعد ان اصبح خالد جاهزا، طبعا خلاص خالد غسل ايديه وغير ملابسه واصبح جاهز لتناول الطعام. مع بعض تناول طبق الغذاء ووضع فيه قطعة خبز ومكرونة وجلس إلى مائدة الطعام ليأكل. نظرت الأم باندهاش وقالت له: هذا طعام غير متكامل. تناول فعل ماضي، طبق اسم جماد، الغذاء مد بالألف وبه لام قمرية، وحرف عطف وضع فعل ماضي في حرف جر، قطعة اسم لوجود التاء المربوطة به، خبز اسم أيضا، ومكرونة اسم، وجلس فعل ماضي إلى حرف جر منفصل وبه ألف لينة، مائدة مد بالألف وبها همزة متوسطة والتاء المربوطة علامة من علامات الاسم، الطعام ليأكل، اللام هنا لام تعليل لوجود فعل مضارع بعدها، ولأنها أعطت السبب لماذا جلس خالد إلى المائدة ليأكل، إذن هنا لام تعليل وجاء بعدها فعل مضارع. نظرت فعل ماضي، الأم بها همزة وصل وبها همزة متوسطة، باندهاش، كلمة اندهاش اسم والباء حرف جر متصل واندهاش اسم مجرور، وقالت، قالت فعل ماضي، هذا اسم إشارة للمفرد المذكر، طعام بها مد بالألف غير بها مقطع ساكن الغير والياء هنا حرف ساكن، متكامل بها مد بالألف والعلامة هنا علامة تعجب. تناول طبق الغذاء خالد، أحضر الطبق، ماذا وضع فيه؟ وضع فيه قطعة خبز ومكرونة، هل هذا صحيح؟ هنشوف مع بعض. جلس إلى مائدة الطعام ليأكل، بالطبع نظرت الأم باندهاش وقالت له: هذا طعام غير متكامل. اندهشت وتعجبت الأم مما وضعه خالد في الطبق، وضع قطعة خبز ومكرونة فقط، إذن هذا الطبق غير متكامل ولا يوجد به جميع العناصر الغذائية. هيا معا نكمل الدرس. ذهب خالد ليختار طعاما آخر، فوضع قطعة دجاج وجلس مرة أخرى إلى المائدة. وعندما بدأ في تناول الطعام أوقفته أمه قائلة: وهذا الطعام أيضا غير متكامل. ذهب فعل ماضي، خالد اسم إنسان، ليختار، اللام هنا لام تعليل، ويختار فعل مضارع، طعاما اسم لوجود التنوين به، آخر به همزة مد، فوضع فعل ماضي قطعة اسم لوجود التاء المربوطة، دجاج بها مد بالألف، جلس فعل ماضي مرة اسم أخرى بها ألف لينة إلى حرف جر، المائدة اسم مجرور وبها لام قمرية وتاء مربوطة، وعندما بها مد بالألف، بدأ فعل ماضي وبها همزة متطرفة في تناول الطعام. تناولي هنا اسم مجرور بعد في، الطعام لام شمسية ومد بالألف، أوقفته فعل ماضي، أمه همز القطع قائلة تنوين بالفتح، وقائلة اسم وليست فعل، وهذا اسم إشارة للمفرد المذكر، الطعام بها لام شمسية أيضا تنوين بالفتح غير متكامل، كلمة متكامل بها مد بالألف. عندما ذهب خالد ليختار طعاما آخر، هو في البداية وضع الخبز والمكرونة فقط، اختار ماذا ليكمل الطبق؟
وضع قطعة دجاج وجلس مرة أخرى إلى المائدة. وضع قطعة دجاج في الطبق ليكمل الطعام الغذائي الصحي وجلس ليأكل. وعندما بدأ في تناول الطعام أوقفته أمه قائلة: وقفت ماما عن الأكل وقالت له: وهذا الطعام أيضا غير متكامل. الطعام اللي في الطبق بتاعك يا خالد غير متكامل، في حاجة كمان ناقصة الطبق علشان الطبق بتاعه يكتمل. يلا نكمل الدرس مع بعض، اقرأ معايا. عاد خالد مرة أخرى لاختيار طعام متكامل، فوقف متحيرا وقال: وجدتها، فأمي دائما تقول لي تناول سلطة الخضروات وسأضع بعض السلطات. إذن عاد فعل ماضي، مرة تنوين بالفتح، أخرى ألف لينة وهمزة قطع لاختيار. يجب أن نفرق جيدا بين اللام التعليل واللام حرف الجر. لام التعليل يأتي بعدها فعل، ولام حرف الجر يأتي بعدها اسم. الاختيار هنا بعدها اسم، كلمة اختيار اسم وليست فعل. إذن هنا اللام هنا حرف جر متصل، واختيار اسم مجرور بعد اللام. طعام مد بالألف، متكامل مد بالألف، فوقف وقف فعل ماضي، متحيرا اسم لوجود علامة من علامات الاسم به وهو التنوين بالفتح، قال فعل ماضي، النقطتين هنا علامة من علامات الترقيم، وجدتها وجد فعل ماضي والهاء ضمير متصل. فأمي دائما، كلمة دائما بها مد بالألف وبها أيضا تنوين بالفتح، تقول فعل مضارع. تناول، تناول هنا بها تناول هنا فعل أمر. سلطة، سلطة بها تاء مربوطة وهي أيضا اسم. الخضراوات بها مد بالألف ولا يوجد بها مد بالواو. وسأضع، أضع فعل مضارع، بعض السلطة، كلمة السلطة بها لام شمسية. عاد خالد مرة أخرى ليكمل الطبق وليختار طعام متكامل، فوقف متحيرا محتار يختار إيه، وقال: وجدتها. بالفعل وجد الطعام الذي سيكمل الطبق، ففرح جدا فقال، وتذكر كلمة كانت تقولها لها أمه، له أمه: فأمي دائما تقول تناول سلطة الخضروات. بالفعل سلطة الخضروات مهمة جدا جدا للجسم، بتعطي الجسم فيتامينات، ولذلك لابد من تناول السلطة وإكمال الطبق بها. وسأضع، قرر طبعا في النهاية إنه هيكمل الطبق ببعض السلطة. شايفين صديقنا خالد فرحان جدا بالسلطة اللي موجودة. نظرت الأم إلى الطبق مبتسمة وقالت، طبعا الأم فرحت جدا وهي بتنظر إلى الطبق: الآن يا خالد تستطيع تناول طعامك المتكامل بالهناء والشفاء. هذا طبق متكامل كربوهيدرات ولحوم وخضراوات. نظرت فعل ماضي، الأم اسم، إلى حرف جر، الطبق اسم مجرور، مبتسمة اسم برضو لأن في علامة من علامات الاسم وهي التنوين، وقالت فعل ماضي، النقطتين من علامات الترقيم، الآن بها همزة مد، يا خالد أسلوب نداء، تستطيع فعل مضارع، تناول هنا اسم، تناول هنا اسم، طعامك بها كاف خطاب، المتكامل لام قمرية، بالهناء جر ومجرور، إذن حرف جر متصل والهناء اسم مجرور. الواو حرف عطف، الشفاء بها مد بالألف ولام شمسية وهمزة متطرفة، والفصلة المنقوطة من علامات الترقيم. هذا اسم إشارة للمفرد المذكر. طبق متكامل، كلمة متكامل بها مد بالألف والنقطتين أيضا من علامات الترقيم. كربوهيدرات
ما هي الكربوهيدرات؟ هي أطعمة تتحول إلى جلوكوز بعد هضمها، تتحول إلى سكريات، وأيضا هي مصدر رئيسي للطاقة في الجسم. ومن أمثلة الكربوهيدرات عندنا البطاطس والذرة والأرز والتفاح والموز والمانجو وأشياء كثيرة. وطبعا اللحوم مهمة جدا زي الدجاج والأسماك، وأيضا اللحوم الحمراء. الخضروات، جميع أنواع الخضروات زي الطماطم، الفلفل، الخيار، البقدونس، كل هذه الخضروات، وطبعا الفواكه مهمة جدا. إذا نظرت الأم إلى الطبق، طبعا فرحت جدا الأم وكانت مبتسمة جدا، وعرفت إن خالد قدر يكون وجبة غذائية متكاملة في الطبق بتاعه، وطبعا خلاص هيتناول الوجبة بالهناء بالسعادة والخير والشفاء من أي أمراض، لأن الطبق طبق متكامل به كل العناصر الغذائية. زي إيه العناصر؟ قلنا كربوهيدرات ولحوم وخضراوات. أصدقائي الأعزاء، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأتمنى لكم السعادة والهناء والشفاء من جميع الأمراض، وأتمنى أن تستطيع أن تكون وجبة غذائية بمفردك دون مساعدة الأم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.